دشنت الهيئة السعودية للسياحة عبر منصة روح السعودية برنامج صيف السعودية، والذي يستمر حتى نهاية سبتمبر المقبل تحت شعار صيفنا على جوك. وأطلقت من خلاله نشاطا سياحيا ثريا في أكثر من 11 وجهة سياحية في أنحاء المملكة، طبعا للتنوع الطبيعي والبيئي والمناخي، وكذلك العمق الثقافي والحضاري للمملكة. كما يهدف البرنامج إلى إتاحة الفرصة لاكتشاف الوجهات السياحية المتعددة في المملكة بأجوائها المختلفة، خاصة بعد أن لاقت المواسم السابقة نجاحا ملحوظا واستحسانا كبيرا من قبل المواطنين والمقيمين والعاملين في قطاع السياحة على حد سواء. المزيد حول برنامج صيف السعودية ينضم إلينا الأستاذ فهد الشمري، مؤسس يلا هايك. هلا وسهلا بك أستاذ فهد. طبعا كمستثمر في القطاع السياحي، كيف تنظر لإطلاق الهيئة السعودية للسياحة برنامج صيف السعودية؟ بالحقيقة ننظر لها بكل تفاؤل ونعمل فيها بكل شغف. قطاع واعد، قطاع جديد نقدر احنا نشتغل فيه ونستثمر مع مساعدات كبيره قامت فيها الهيئه السعوديه للسياحه. نفذت برامج تنفس عيش السعوديه، يعني فيه مقومات كبيره لهذا القطاع والاستثمار فيه ناجح جدا. الفتره الحاليه والقادمه يعني تعطينا أمل كبير، وإحنا كشغوفين في هذا المجال قادرين أن نسوي ونخلق فرص تجارب للمواطنين، سواء المقيمين أو القادمين من خارج البلاد. فهي نظرة إيجابية وننظر لها بكل شغف وبكل روح يعني لتقديم التجارب المميزة إن شاء الله. ذكرنا الأنشطة المرتبطة بالسياحة في القطاع الخاص بالتحديد، طبعا نبي نعرف شلون ساهم إطلاق برنامج صيف السعودية في تنشيط الحركة في الوجهات السياحية. بالتأكيد ساهمت البرامج التي تطلقها هيئة السياحة بتفعيل هذا القطاع وعززت العائد لهذا القطاع بشكل كبير. عندنا في الشتاء الماضي كان عدد الزوار في خلال موسم الشتاء قارب إلى 9 مليون، وفي الصيف السابق قارب إلى 8 مليون. فعندنا أرقام كبيرة نقدر ناخذها من هيئة السياحة تعطينا أن السوق واعد. يوجد في أيضا برامج تم تنفيذها من قبل هيئة السياحة. عندنا برنامج كرام، عدد المسجلين في برنامج كرام حتى الآن 7000 مشترك. نعم، تقديم تجارب مختلفة في وطننا الغالي. عندنا أطلقت الهيئة برنامج يدعم رواد الأعمال اسمه صناعة السياحة. في عديد من البرامج الواحد يعني في هذا القطاع يقول نعم أنا أقدر، إذا ما حصلت نفسي كمستثمر ورائد أعمال أحصل نفسي كمقدم تجارب. القطاع واعد بإذن الله، وفي برامج كثيرة حالية وجاية في هذا القطاع. بالضبط، يعني خصوصا أنه يعني برنامج صيف السعودية يتميز بتعدد الوجهات والخيارات المقدمة للسائح، يعني 11 واجهة مختلفة تختلف بطبيعتها، بمناخها، بتضاريسها، بالفعاليات اللي ممكن الواحد يسويها هناك. يعني في واجهات بحرية، في جبال، في صحراء، في هايكينج، في أشياء مرة كثير. فقديش هذا التنوع قد يثري هذا البرنامج وينجحوا أيضا؟ بالتأكيد تعدد الخيارات أمام السائح تعطيه وتعطينا إحنا في البلد القدرة على تنفيذ البرامج العديدة. لما تروحين عندنا في الجنوب أو في الشمال تلاقين الجبال تضاريس مختلفة، حتى في الجنوب تضاريس الجبال هناك مختلفة، والأودية هناك يعني تجذب السائح، تجذب يعني بالتأكيد المواطن المقام الأول. عندنا البحر، عندنا يعني ساحل الغربي، ساحل ممتد من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال، تضاريس مختلفة، عندك تجارب عديدة احنا نقدمها. اليوم لما تفتحين برنامج روح السعودية موقع وزارة السياحة حتحصلي 500 تجربة
فإمكانك أنت يعني تختارين من 500 تجربة مختلفة، كل تجربة تختلف عن الثانية. طبعا. ففي ثراء في التجارب والوجهات السياحية عندنا. نعم. الحين شفنا تم رفع تعليق السفر لعدة وجهات حول العالم، فبعض الناس قاعدة تقول تعليق السفر اليوم قاعد يأثر على السياحة عندنا في الداخل، وإن يوم أيام ما كنا يعني في لسه في الحجر أو يوم تقفلت الرحلات زادت السياحة بشكل ملحوظ، فأنت إيش تعليقك؟ شوفي، بالتأكيد في وقت الحجر اتجهوا المواطنين للسياحة الداخلية، وأغلب الناس تعرفت على هذه المناطق الجميلة. لا زال هناك إقبال عندنا في السعودية، عندنا سهولة التنقل ما بين منطقة لمنطقة، تقدرين تسافرين في السيارة في الطيارة سواء المدن اللي يخدمها القطار. في عدة أشياء جاذبة للمواطن والمقيم أنه يجرب السياحة في بلادنا. بالفعل في تأثير، ولكن التجارب المقدمة جميلة جدا، الواحد يعني يقدر يجربها هنا بدل ما يتعنى ويسافر يجرب هالتجارب في بلاد أخرى. لازم نذكر بعد أن المملكة يمكن من أقوى الدول في موضوع الكنترول على كورونا والأمن والأمان والاحترازات وهذه كلها، ونزلت قوائم شفناها من منصات عالمية، كانت المملكة من أوائل الدول اللي أقل خطورة في هذا الموضوع بالتحديد. مضبوط كلامك. أستاذ فهد، كمان ضروري أني أسألك بما أنك مؤسس يلا هايك، كلمنا عن الهايكينج الآن وكيف أصبح توجه الناس لي، وإيش التنوع اللي ممكن يضيفه للشخص اللي يحب المغامرات خصوصا في الطبيعة؟ شوفي، الهايكينج هو رياضة فيها شغف فيها حب. اللي بيطلع للهايك يحط في باله انه والله انا بطلع جبال، بنزل في أودية، بقطع مسافات، وفي نوم كمان بيات. نعم، يكون في مبيت وفيها تخييم. المجربين يجرب لما يبدا يدخل في هذه التجارب يختبر نفسه، يختبر الطبيعة، يجربها في الشتاء، يجربها في الصيف، في الربيع. لما تصحى الصباح تفتح الخيمة تسمع أصوات العصافير. يعني التجارب هذه كلها تخلق لك روح جديدة. بالضبط. ويعرفنا على أماكن جديدة في المنطقة، يعني وتضاريس متنوعة ومناخ مختلف تماما يعني من منطقة لأخرى. يعني. صحيح. إحنا في يلا هايك ننفذ برامج كثيرة، منها في الرياض وفي العلا، في نيوم، في عسير. حلو. يعني في أكثر من منطقة، ونحاول أننا نظهر حس المغامرات، التخييم، جانب البيئي منها، والحمد لله لاقين هذه في وطننا. فهد الشمر، احنا نتمنى لك كل التوفيق، وشكرا لك وشكرا لتواجدك اليوم معنا. العفو، حياكم الله. مشاهدينا اكيد مكملين معاكم، ولكن بعد الفاصل. مطلوب منصة تدعم رواد الأعمال وتتيح الفرص للمشاركة في مواسم السعودية.